هندخل إلا بطلب منكم، وهنخرج بأمر منكم مش بطلب. مشايخ وأعيان القبائل حضروا لتقديم الشكر والتقدير والاحترام وتفويض فخامتك وتفويض الجيش المصري للدخول. إن هذا الوفد الذي يضم كل شرائح ليبيا أسعده وجوده في أرض كنانة لنقل رسالة من أهلهم وشعبهم تقول: إن قبائل ليبيا وجيشها الوطني ومجلس نوابها التشريعي يناشدون رئيس مصر وجيش مصر وشعب مصر أن يهبوا لدعم ليبيا وتنظيفها من الغزاة الأتراك. نحن يا سيادة الرئيس في حاجة أخرى محمل بها أن نقولها لك، نحن نبوة الشعب المصري يتجه ليبيا. بنشكر الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي الحقيقي على مواقفة ودعمة لشقاه الليبيين، هذه هي موقفة، ونشكر الشعب المصري بجميع أطيافه. إن تنتصروا بنا فسننصركم، إن تنتصروا بنا فسننصركم.